النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. طبعا كما لاحظنا، تأثرت المملكة اليوم بمنخفض جوي صنف أنه من الدرجة الثانية، وكان ناتج عن اندفاع كتلة هوائية باردة غير معتادة لهذا الوقت من العام نحو المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وعملت بحمد الله على هطول أمطار ممتازة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة على وجه الخصوص، مع بعض الأمطار الخفيفة في الأجزاء الأخرى من المملكة. نستعرض معكم كميات الأمطار التي سجلت حتى الساعة الرابعة عصرا من هذا اليوم بحسب المحطات الأوتوماتيكية الموجودة في لطقس عرب في المملكة. طبعا مع الأخذ بالاعتبار بأن هناك محطات أخرى لم نستطع الوصول إلى قيامها حتى اللحظة، وبالتالي كانت أعلى تلك المناطق هطولا الأمطار هي مناطق غرب العاصمة، من وسط الحدود تقريبا 19 مليمتر، في عجلون 16، في البلقاء 10 مليمترات، في إربد 15 مليمتر. لكن كلما لاحظنا اتجهنا شرقا وجنوبا خفت كميات الأمطار، في مادبة مثلا 3 مليمترات، في جنوب العاصمة عمان 6 مليمترات، في شرق العاصمة عمان 2 مليمتر، وفي زرقاء أيضا 2 مليمتر. هذه الكميات والأمطار تعتبر طبعا أمطار وكميات ممتازة جدا، وهي أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وهي تبشر بموسم زراعي ممتاز في معظم مناطق شمال ووسط المملكة بحمد الله. آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى استمرار تدفق كميات كبيرة من السحب والغيوم الممطرة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، بما فيها كما نلاحظ المنطقتين الشمالية والوسطى على وجه الخصوص. بعض من هذه السحب هي ركامية الطابع وتكون مرفقة بحدوث للرعد، وتسحب بزخات غزيرة من الأمطار في بعض المناطق. نلاحظ أن كميات الغيوم تخف كلما اتجهنا شرقا وجنوبا، نظرا لتأثير المنخفض الجوي بشكل أساسي يتمركز في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة. نذهب سوية لنستعرض المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار خلال ما تبقى من هذه الليلة ونهار يوم غد. إذن هذه الليلة مع ساعات المساء والليل تبقى الفرصة مهيئة لهطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى على وجه الخصوص. بعض الزخات المطرية محتملة فوق مرتفعات الكرك والطفيلة، وكما نلاحظ أن هذه الأمطار توزيعها أكثر شيء تركز في الشمال والوسط. خلال ساعات الليل وما تقدم مع ساعات الليل تتركز هذه الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى، ومع ساعات نهار يوم غد يتوقع أن تدخل هذه الأمطار إلى الداخل وتشمل مناطق شمال ووسط المملكة، بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية، ولكن التركيز الأساسي لهذه الأمطار يتركز على المنطقتين الشمالية والوسطى. إذن هذا المنخفض الجوي مستمر معنا حتى ساعات مساء يوم غد السبت، وهو من الدرجة الثانية، ويتوقع بمشيئة الله تعالى المزيد من الأمطار خلال ساعات هذه الليلة أو ساعات نهار يوم غد على فترات ربما تكون أحيانا غزيرة وفي نطاقات جغرافية ضيقة. إذن الأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء شتوية وليست ربيعية، درجة الحرارة تقريبا 7 درجات مئوية، الأجواء غالبا غائمة في معظم الأوقات إلى غائمة جزئية متقلبة، وتكون الفرصة متاحة ومهيئة لهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى على شكل زخات. نستعرض سوية درجات الحرارة المتوقعة نهار يوم غدا والصغرى الليلة القادمة، بالإضافة إلى الأحوال الجوية المتوقعة في محافظات المملكة، ونبدأ في المناطق الشمالية. في إربد من 13 إلى 10، عجلون 11 إلى 6، جرش 14 إلى 8، وفي المفرق من 15 إلى 9 درجات مئوية. جميع الأجواء فيها غائمة جزئيا والفرصة مهيئة لهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار يوم غد السبت. انتقالا من المناطق الوسطى من المملكة، في عمان 12 إلى 7 درجات مئوية، في مادبة 14 إلى 7، في البحر الميت من 23 إلى 14،
في السلط من أو البلقاء من 16 إلى 8 درجات مئوية، وفي الزرقاء من 15 إلى 8 درجات مئوية، مع أجواء غالبا غائمة مع احتمالية للمزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار يوم غدا. انتقالا إلى المناطق الجنوبية من المملكة، في الكرك 12 إلى 6 والفرصة مهيئة الحقيقة في مرتفعات الكرك والطفيلة لهطول بعض الزخات من الأمطار، في الطفيلة من 14 إلى 7 درجات، في مرتفعات الشراء من 10 إلى 6 مع أجواء غائمة جزئيا، في معان من 16 إلى 6 مع أجواء غالبا مشمسة نهار يوم غد السبت، وفي العقبة غيوم متفرقة والأجواء تماما ربيعية بعيدة كل البعد عن تأثير هذا المنخفض الجوي، مع 25 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض ليلا إلى 14 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الشرقية من المملكة، في الأزرق من 19 إلى 10 مع أجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة ضعيفة للأمطار في تلك المناطق، هناك فرصة أفضل في الصفاوي من 19 إلى 8 مع ربما تكون بعض من هذه الزخات رعدية خلال ساعات العصر، وفي رويشد أجواء غائمة جزئيا من 20 درجة مئوية خلال ساعات النهار، تنخفض ليلا إلى 9 درجات مئوية. كيف هو الحال للأحوال الجوية خلال مطلع الأسبوع المقبل؟ نستعرضه سوية بأن الأجواء يوم الأحد يتوقع أن تستقر، تصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية ليلا إلى 8 درجات مع أجواء غائمة جزئيا، ربما يكون هناك بعض الضباب الخفيف في ساعات الليل. يوم الاثنين تبقى الحرارة 15 الصغرى 8 تقريبا، الأجواء مشابهة تماما ليوم الأحد، في حين يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة نهار يوم الثلاثاء، تصل إلى 18 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض ليلا إلى 11 درجة مئوية، ولكن الأجواء يوم الثلاثاء يتوقع أن تتحول تصبح مغبرة خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة وبالأخص مع ساعات العصر والمساء. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة من شأن الأحوال الجوية. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، ندعوكم دائما للالتزام بحظر التجول الشامل والاستمتاع بهذا المنخفض الجوي من داخل منازلكم، كما نود التنبيه من الاهتمام بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الأجواء الباردة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.